بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية. معاكم ايقونة الشباب 62 سنة الحمد لله بدون تجاعيد او ترهلات او سمنة او امراض او ادوية او مكملات. الحمد لله احمدك واشكرك يا رب. هوريكم تمرين النهاردة من اليوجا فعال جدا رائع. هنحفز الكولاجين عشان وشنا يبان من غير ما نحط فيلر ان هو مليان. انا وزني حوالي 55 56 54، وعملت لنفسي زي ما انتم شايفين كده. شايفين ده ايه ده؟ طيب انا بحفز الكولاجين من جوه جسمي بالاكل طبعا، يا ريت تشوفوا بقيه الفيديوهات، وبحفزه من الخارج بالماسكات وبتمارين اليوجا، والحمد لله جايبه نتيجه فعاله معايا. فالنهارده ده التمرين ده هوريه لكم. هو صعب شويه لكن نتائجه ممتازه. صعب. هنحط صباعنا ده هنا كده، هنقفل بقنا سنانا يعني، نحط كده كده على الشفه دي كده، وسنانا مقفوله وسنانا مقفوله، ونبدأ نعمل عصر من تحت لفوق لغاية هنا، من تحت لفوق. هوريكم ازاي، هوريكم ازاي. وانا بعمل العصر ده مغلطش واعمل كده، لا كده هأثر على عيني، فاهميني؟ لازم نعمله من هنا لهنا، يعني هنعصر من تحت لفوق. عارفين لما حد يغسكوا وتعمل كده؟ هي نفس الطريقه بس من غير ما نتغاظ بقى، بالعكس هنعمله احنا مبسوطين ان احنا هنحفز الكولاجين. الحركه دي بتحفز الكولاجين جدا، هتحسوا بتدفق الدم، هتحسوا بيه، هتحسوا بتنميل وحرقان، وده معناه ان الكولاجين بيتحضر. يعني احنا هنحضره من جوه الوجه نفسه. هنعمله تاني، هنقفل سناننا. التمرين ده بقى بيحفز الكولاجين للمنطقة دي كلها. لو في خطوط هنا او تجاعيد كمان، الضغط ده بيخلي الرقبة نفسها تتشد. المنطقة دي اللي هي الابتسامة الحزينة احنا مش عايزينها خالص، احنا عايزين نبقى ابتسامتنا دايما مبسوطة ودايما فرحانة، ونبقى فرحانين بنفسنا ودايما نبقى شباب. دلعوا نفسكم وحبوا نفسكم هتبقوا شباب. يا رب التمرين يبقى واضح، لو مش واضح شوفوا الفيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تشيروا الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد الشتاء الرابع بدون نزلات برد، واشوفكم على خير.